بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. إن الإمام أحمد بن حنبل مدرسة متكاملة في منهج الاعتقاد، وفي منهج الحديث، وفي منهج الاجتهاد، وفي منهج الفقه. وقوام هذا المنهج عموما في عقلية الإمام أحمد هي التمسك بالسنة المطهرة والمشي في خطى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك كان مشروع عمره أو مشروع عمر الإمام أحمد الكبير في العلم إن هو يصنف أو يؤلف كتاب يكون مرجع للمسلمين في الحديث النبوي الشريف. وبالفعل ألف الإمام أحمد بن حنبل المسند، وجعل هذا المسند، هذا الكتاب في الحديث، جعله مترتب على أسماء الصحابة الكرام الذين يروون الأحاديث، زي ما دي هي طريقة المسانيد عموما، طريقة صياغة الأحاديث فيها أو وضع الحديث فيها على هذا الحال. فجاء كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل حافل وكبير الحجم، في انتقى فيه الإمام أحمد ما وضعه في مسنده، انتقى فيه الأحاديث واجتهد في تحصيل كذلك الحديث الشريف. يعني هو انتقى قدر طاقته في كتاب المسند وسعى في تحصيل الحديث الشريف من أئمة زمانه، سواء اللي كانوا في بلده أو خارج إطار بلده، وسعى في تعلم الحديث منذ نعومة أظفاره، وارتحل وسافر إلى البلدان قدر طاقته، سافر للبلدان اللي فيها المحدثين اللي هم علماء الحديث اللي بيعلموا الحديث، عشان يتلقى عنهم الحديث النبوي الشريف، وعشان يتمكن من جمع أكبر قدر من الحديث الشريف من أهله، من أهل الاختصاص، عشان يبلغ ويصل إلى تنفيذ ما كان يحلم به الإمام أحمد، وهو تصنيف أو تأليف كتاب يكون مرجع للمسلمين في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حتى في مسألة حرصه على طلب العلم، وإنه ممكن يقطع مسافات طويلة ويروح إلى بلاد بعيدة من أجل تحصيل أحاديث عالية الإسناد، روي إن الإمام أحمد بن حنبل سافر إلى بلاد ما وراء النهر، اللي هي الآن بنطلق عليها منطقة أسيا الوسطى، سافر من أجل الحديث الشريف. أورد ذلك الإمام شمس الدين السفاريني الحنبلي في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. الإمام السفاريني هو فقيه ومسلم ومحدث وحافظ ومؤرخ وصوفي، وهو من علماء فلسطين الكرام. هو اتولد في قرية سفارين، عشان كده هو بينسب إلى قريته، وسفارين هذه القرية من قرى طول كرم بفلسطين الحبيبة. الإمام السفاريني هو أحد أعلام الحنابلة الكبار. ذكر الإمام السفاريني في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، إنه ذكر في كتاب حياة الحيوان للدميري، يعني هو أحال إلى هذا المرجع، إنه ذكر عن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إنه بلغه إن رجل في بلغ الإمام أحمد إن هناك رجل في بلاد ما وراء النهر معه أحاديث ثلاثية. إيه الحديث الثلاثي؟ يعني بين راوي الحديث وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة فقط، ثلاث رواه فقط، وده حديث نوعه بيبقى عالي الإسناد. فرحل، ذكر صاحب المرجع إنه رحل الإمام أحمد رضي الله عنه إليه إلى بلاد ما وراء النهر، فوجد شيخا يطعم كلبا أول ما وصل عنده، فسلم على ذلك الشيخ، فرد عليه الشيخ السلام،
وبعد ما رد عليه السلام رجع تاني اشتغل الشيخ بإطعام الكلب، كان بيأكل الكلب وبيشرب الكلب. فوجد الإمام أحمد في نفسه، يعني كأنه كده، يعني أنا بسلم عليه وهو رد بس السلام وانشغل بإطعام الكلب، فهو وجد شيء في نفسه إذ أقبل الشيخ على الكلب ولم يقبل على الإمام أحمد. فلما فرغ الشيخ من طعمة الكلب التفت إلى الإمام أحمد وأرى كده الحالة أو أرى الوضع اللي كان عليه الإمام أحمد بن حنبل، وقال له كأنك وجدت في نفسك، يعني عايز يقول له كأنك وجدت في نفسك شيئا، إن أنا إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك. فقال له الإمام أحمد نعم. فبدأ الرجل هذا الشيخ يعلم قدوم أو سبب قدوم الإمام أحمد للمسافة دي إلى، يعني إلى هذه البلاد البعيدة، عشان ياخد الأحاديث عالية الإسناد. شوفوا الحديث وصل لفين وقد إيه، إنه ده ما كانش وليد يوم وليلة، إنما الرحلات دي ابتدأت منذ زمن التأسيس، منذ الزمن النبوي الشريف. وبدأ الشيخ يحدث الإمام أحمد بن حنبل، فقال له حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، دول ثلاثة بس هنشرح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله منه رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة. ثم قال الرجل، بيكلم سيدنا الإمام أحمد ابن حنبل، قال له أرضنا دي ليست بأرض كلاب، مش معهود إن احنا نشوف كلاب كتير في المنطقة دي، وقد قصدني هذا الكلب فخفت أن أقطع رجاءه، يعني إن هو لا يطعمه ولا يسقيه، وده رجاء الكلب لما وجد هذا الشيخ لكي يطعمه ويسقيه. فقال له أنا خفت أني أقطع رجاءه. فقال الإمام هذا الحديث يكفيني. ليه؟ وبعدين رجع، لأنه الحديث زي ما قلنا ثلاثي الإسناد، وده السبب في ارتحال الإمام أحمد بن حنبل إليه ليحصل على هذا أو على هذه الأحاديث. وبالفعل المسند فيه العديد من الأحاديث ثلاثية الإسناد، وكانت عليه مؤلفات كثيرة جدا في العمل العلمي لأهل الحديث على مثل هذه المؤلفات الثمينة العظيمة، مثل هذا المرجع الكبير المسند للإمام أحمد بن حنبل. الحديث الثلاثي الإسناد زي ما قلنا إنه بين راوي الحديث وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث رواه، لأنه كلما قل الرواه بين الراوي وبين الرسول بتكون درجة عليه الصلاة والسلام، بتكون درجة الحديث عالية. فسافر الإمام ابن حنبل لأجل هذا النوع من الحديث الشريف عالي الإسناد. فذكر الشيخ على طول، هو عرف الإمام أحمد جاي له ليه، لأن الإمام أحمد منذ كان طالبا للحديث كان صيته وكل الناس عارفة عنه، اشتهر بأنه بحرصه على طلب الحديث الشريف. فذكر على طول وبدأ في رواية الحديث هذا الشيخ، فقال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، دول ثلاثة رواة بس، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إلى نص أو متن الحديث الشريف. وده كان حرص، لما بنجيب ده حرص أو هذا المثال ونسوق هذا المثال الطيب من ضمن رحلات الإمام أحمد بن حنبل الكثيرة في طلب الحديث الشريف، نؤكد على خدمة علماء المسلمين للسنة النبوية المطهرة. وده كان حرص برضو من الإمام أحمد بن حنبل على تلقي الحديث النبوي الشريف، وبالذات كمان الأحاديث عالية الإسناد. ورغم أن الإمام أحمد بن حنبل ما كانش أول من صنف أو أول من ألف على طريقة المسانيد، يعني طريقة المسانيد دي اللي هي في داخل المسند، بيبقى مثلا مسند عبد الرحمن بن عوف، مسند السيدة عائشة، فبيجيب كل الأحاديث اللي رواها سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ستنا عائشة، سيدنا أبو بكر الصديق، مسند أبو بكر، مسند سيدنا عمر بن الخطاب، وفي داخل كل مسند الأحاديث التي رواها الصحابي الكريم سواء كانوا رجالا أو نساء. دي طريقة المسانيد، وحنفصل فيها شوية القول غدا إن شاء الله تعالى. برغم أن الإمام أحمد ما كانش أول واحد ألف على طريقة المسانيد دي،
إلا إن مسند الإمام أحمد في الحديث الشريف لاقى من الشهرة والذيوع والانتشار ما لم يحظى به مسند آخر، لا قبل مسند الإمام أحمد ولا بعد مسند الإمام أحمد. وصار مسند الإمام أحمد في الحديث النبوي الشريف أعظم المسانيد قدرا وأكثرها قيمة ونفعا. شهد لهذا المسند الكثير من المحدثين قديما أو حتى حديثا بأنه شهدوا لمسند الإمام أحمد بن حنبل أنه أجمع كتب السنة وأوعاها. وذكر عنه الإمام ابن كثير وقال لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته. أنه يعني في هذا كمان الزمان المبكر يصل الإمام أحمد إلى هذا التصنيف والترتيب والتأليف ويبقى عنده هذا الجهد ويقعد وقت طول عمره يجمع في هذا العمل عشان يظهر على أجمل صورة وأكثر فائدة لطلبة الحديث الشريف وللمسلمين عموما. فرحم الله الإمام المبجل المبارك أحمد بن حنبل إمام المحدثين اللي بذل من عمره ووقته وجهده كتير عشان يجمع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يجمعها بمؤلف جامع بيحوي كل ما يحتاجه المسلم في من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاشه ومعاده. فظل ذكر هذا الإمام باقيا، فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم من أجل حفظ سنة خاتم المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون. مرحبا بالجميع وسائر مشاهدينا الكرام، مرحبا بكل مشاهدينا في كل مكان. نذكر بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع دكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا، بنستقبل الأسئلة عليها، بنجاوب على الأسئلة تباعا كل يوم أربع. احنا بنلتقي بحضراتكم من السبت الى الاربعاء، من السبت الى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة. لكن هذه الحلقات في هذا الوقت مخصوصة هذه الأيام لعلاج قضية الرد على منكري السنة. ويوم الأربع بقت معنا فقرة جديدة في مقدمة الحلقة خاصة بالقضايا الآنية الشائكة اللي يعني بتداهم المجتمعات بقيم فاسدة وأخلاق وسلوكيات منحرفة. هنعالج ده في مقدمة الحلقة كل يوم أربع، برضو مع الرد على الأسئلة، وكمان فقرتنا المباركة، عرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. معانا ست أم إسلام، اتفضلي يا فندم. ست أم إسلام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ست أم إسلام، الحمد لله رب العالمين يا فندم. أنا بعزك الأول حاجة، بعزك جدا جدا جدا، أشكر حضرتك، شكرا. وبحب التبشير منك أوي، ربنا يبارك فينا في عمرك يا رب. يا رب، اللهم آمين آمين يا رب. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. بصي يا دكتورة، أنا طبعا بأمر قيام الليل عادي، فطبعا بصلي الفجر، ف
فطبعا بيقولوا ان اصلا الفجر ليه سنه الفجر قبل الفجر، يعني قبل اذان الفجر ولا بعد اذان الفجر؟ متى سنه الفجر؟ حاضر. بصلي 6 ركعات، ركعتين توضيه او مفضه، وبعدين ركعتين سنه، يعني حضرتك وبعدين ركعتين الفجر. حضرتك بتسالي هل كده في اخطاء؟ وهل في ايات معينه ممكن اصلي بيها؟ حضرتك بتسألي على سنة الفجر بصليها قبل أذان الفجر ولا بعد أذان الفجر؟ لا يعني أنا كده كده بصلي كامل الليل وبخلص شفع ووتر وكل حاجة. فجيت بعد كده طبعا بصلي الفجر، أذان الفجر يدن؟ لا، الأذان الثاني الفجر الفجر. فبكون أقوم بتوضى عشان عندي عذر كده، فبتوضى في وقتها، حد كرسي يتوضي في وقتها. بالظبط. فبتوضى في وقتها، أصلي ركعتين التوضية وبعد كده ركعتين الفجر. وبعد كده ركعتين كنا قصدي، وبعد كده ركعتين الفجر. هل في اخطاء عندي كده؟ لا كده زي الفل، كده حلو. وفي ايات معينه ممكن اقراها في الفجر ولا ايه؟ صور ايات، صور في عاديه صلاة ولا كل صور عاديه؟ حضرتك بتسالي ايات في فرض الفجر ولا في السنن واللي حضرتك بتقولي؟ لا في كل حاجه، يعني عايزه السنن والفجر. انا ما بقولش حاجه، انا بقول كده اللي يسر للقعده للصلاه بس. فده البث اللي عايزاه من حضرتك. حاضر، شكرا. معانا أستاذة دعاء. السلام عليكم دكتورة نادية. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أستاذة دعاء. جزاكم الله كل خير يا فندم عما تقدموه في هذا البرنامج. يا رب. وقد إيه بنشوف حضرتك الشخصية الجليلة للدكتور عبد الكحلاوي رحمة الله عليه. يعني. العفو، إيش يجيب الثرى للثريا. هي نجمة في مجالها. ربنا يبارك. كان يوصل بعد إذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. هو قيام الليل مقتصر على الصلاة فقط؟ يعني مش ممكن تكون قراءة قرآن بس لوحدها بحيث إن أتمكن من قراءة أكثر منها في الصلاة؟ حاضر، ماشي. في حاجه تانية يا استاذه الدعاء؟ لكم الدعاء ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. اتفضل يا فندم. معانا يا محمد 15 سنه ما شاء الله. ازيك يا محمد؟ الله يسلم. اهلا يا حبيبي، اتفضل. يلا يا محمد قولي سؤالك. انا ما صبري. لما اجي اصلي حد بيقول لي ما تصليش. مين يعني بتسمع حاجه كده يعني تقول لك ما تصليش؟ اه. وبعدين انت بتعمل ايه؟ يعني لما تسمع ان الوسوسه دي او الشيء اللي بيقول لك ما تصليش انت بتعمل ايه؟ انا بخاف. بتخاف؟ وبعد ما بتخاف بتعمل ايه؟ بتكمل بتصلي ولا ما بتصليش؟ ما بتقولش مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد كده الله اكبر وتبتدي تدخل في الصلاه؟ ولا بتقوم سايب الصلاه؟ بتقول وبتصلي. وبعد ما بتصلي الصوت ده ما بتسمعوش. بقوم على حد بيصوت كتير قوي. الصوت عندي مش قوي قوي، ايه يا محمد؟ بتلاقي ايه؟ بيوشوشني قوي. ايوه، لكن انت بتصلي. لا انا بقوم خايف ما بعرفش بقى اصلي. لا ما تخافش وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتصلي. هقول لك على كام حاجه بسيطه تبقى تعملها كده وان شاء الله ما فيش حاجه تانية تسمح ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا محمد ويجعلك من المقيمين الصلاه، اللهم امين، وذريتنا اجمعين. استاذه سهير. استاذه سهير. ايوه. اتفضلي يا فندم. حبيبتي لو سمحتي، يعني جوزي من 2016 كانت عنده غلطه. ايوه. يعني كان انا التعبي الوحيد ان انا بيجي بعض احيان انا بتخلق عليه. يعني هو بيضايقني انا بزمق شويه من انت من الضغط، انت من الضغط فبتبتدي تنفعلي. هو توفى في شهر 2. انا حاسه بالذنب من ناحيته لاني انا كان غافل عني. معلش، ربي غفور رحيم، ربي غفور رحيم. اللي بيخدم المريض بيبقى هو لاكثر شقاء، فيعني ان شاء الله هوني على نفسك. هو ده السؤال. في سؤال، ربنا ان شاء الله يشرح صدرك ويكبر التقصير. ست ام احمد. ايوه يا فندم، اتفضلي. ست ام احمد مع سيادتك. انا ست ام احمد. ايوه يا فندم.
تلفزيون نوطيه، اسمعوني من التليفون من مش من التلفزيون. انا كنت في الحج السنه دي. ايوه ايوه سامع حضرتك، سامع حضرتك. اسمعيني من التليفون. انا كنت في الحج السنه دي. ايوه ما شاء الله. واللهم صل على النبي. وقفت بعرفه ووصلت المزدلفه اول يوم العيد، رميت جمره العقبه الكبرى، وبعدها رحت الحرم، نمت لحد الساعه 3 بالليل، وقمت علشان اصلي الفجر واطوف طواف الافاضه. المهم قمت علشان انزل لقيت الفجر بيأذن فما نزلتش وصليت وطفت طواف الافاضه من غير ما اتوضى تاني. يعني انت نمتي متواصل ونزلتي طفتي من غير وضوء؟ نزلت في حدود الساعه يعني تمام، وطفتي طواف بالليل. وطفتي طواف بالليل وبعدين نمت وقمت الساعه 3 صليت الفجر، نازله عشان اصلي اتوضى لقيت الفجر بيأذن. فالمهم هم كانوا بيمنعوا اللي بره ما يدخلش بعد الاذان. فانا نزلت ما لقيت الفجر بيأذن صليت الفجر وطفت طواف الافاضه من غير ما بدون طهاره بدون طهاره بدون وضوء. انا كنت متوضيه مصليه الظهر والعصر والمغرب كنت يعني انت كنت متوضيه بس قصدك ما صليتيش الفجر. ايوه ودخلتي أيوة. طفتي دون صلاه اداء صلاه الفجر بس لا بعد صليت الفجر صليت الفجر. امال ايه وطفت سؤال؟ طواف الافاضه. ايوه بس وطلعت شربت ميه زمزم وروحت. بس ما كنتش اتوضيت لصلاه الفجر. يبقى ازاي صليتي الفجر؟ ما هو ده السؤال. ما انا كنت على وضوء العشاء ما كنت يعني انت كنت يا ست يا ست ام احمد. نعم اسمعيني نعم. اسمعيني اسمعيني طبعا. يعني انت دلوقتي كنت بالوضوء اللي صليتي بيه العشاء وبعدين نمتي ولما صحيتي اتوضيتي تاني ولا لا؟ لا لا ما اتوضيتش. ونايمه بقى الساعات الطوال دي وما اتوضيتيش وبعد كده رحتي نزلتي صليتي الفجر وطفتي طواف الافاضه وشربتي من زمزم وهو ده السؤال تمام؟ ايوه وصليت ركعتين تانيين. ايوه طيب في سؤال تاني اتفضلي. الصدقه انا لما بطلعها بقول صدقه عن امي وابويا واختي، هل انا بنبني من ثواب الصدقه ديت جزء ولا كلها رايحه لابويا وامي واختي؟ حاضر. ست ام خديجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتور؟ انا سمعت من وانت مع استاذه دعاء فاروق تتابعي. ربنا يمسيها بالخير الاستاذه دعاء، ربنا يبارك فيكم جميعا. انا ليا سؤال وليا رجاء بالله عليك. اتفضلي. رجائي نفسي نفسي وحلم عمري ومنى عيني اقابل الرئيس السيسي لو خمس دقائق، خمس دقائق بس، اقول له على تعبنا ووجعنا وفقرنا. صوتك مسموع. واقول له على مشاكلنا. صوتك مسموع يا ست. واقول له حلول يمكن تبقى طاقه نور لينا ان شاء الله خير يا رب يجعل على. لسه اوصل صوتي عن طريقك يا استاذه ناديه اقابل رئيس السيسي. صوتك لو صوتك صوتك مسموع وان شاء الله خير باذن الله. شكرا ليك يا ست ام خديجه. معانا استاذه سهير. اتفضلي يا استاذه سهير. استاذه سهير هي استاذ محمد خلاص استاذه سهير. طيب حاولي حتى كلمينا واتركي السؤال في الكنترول وهنطلع الفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. الست ام اسلام بتسال عن اللي هي بتعمله، انها بتقوم الليل وبعد ما بتقوم الليل بيرفع اذان الفجر فبتبتدي تصلي سنه الوضوء تتوضى وبعدين تصلي سنه الوضوء وبعدين تصلي سنه الفجر وبعدين تصلي الفجر، فهل الترتيب ده طبعا ووقت سنه الفجر يعني سنه الفجر بصليها قبل الفريضه، طب لو فاتتني يمكن ان انا اقدر ان انا اقوم بقضائها عادي بعد الفريضه، ده لو فاتتني صلاه ركعتين سنه الوضوء وبعد كده بصلي السنه الفجر وبعد كده بصلي الفريضه.
قراءة القرآن في كل الصلوات اللي حضرتك ذكرتيها بما يتيسر كل واحد على حسب طاقتي وقدرتي يا أستاذ يا ست أم إسلام. الأستاذة دعاء بتقول قيام هي بتقول قيام الليل مقتصر فقط على الصلاة ولا ممكن يدخل فيها الاستغفار، يدخل فيها الدعاء؟ هو معنى قيام الليل هو إحياء الليل بالعبادة والطاعة مطلقا. قيام الليل يعني إحياء الليل بالعبادة والطاعة مطلقا، مش الصلاة فقط، يعني مش مقصود بس بإحياء الليل أو قيام الليل إنه الصلاة فقط، وإن كان هي من الصور العظيمة الطيبة اللي الإنسان طبعا لازم يكون له يعني قدر طاقته يكون له نصيب منها. يعني اللي عايز أقوله إنها ليس الصلاة فقط، إنما الصلاة في قيام الليل، إحيائي الليل بالصلاة، إحيائي بقراءة القرآن، إحيائه بالذكر، إحيائه بالدعاء. الله تعالى يقول كانوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، إلى نهاية الآيات الكريمات. فدول المتقين اللي ربنا ذكرهم سبحانه وتعالى بيقوموا ينتفضوا للعبادة. ومن ألوان العبادة أنه يصلي، أنه يستغفر، أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، كما هو وارد في الحديث القدسي بأنه الله سبحانه وتعالى الأوقات الأسمع في إجابة الدعاء من الأوقات الشريفة جوف الليل الآخر. هل من داع يدعو؟ هل من مستغفر يستغفر فأغفر له؟ فأغفر له، كما هو وارد في الحديث. وده عن إشارة إلى شرف هذا الزمان وألوان العبادات اللي ممكن يقوم بها المؤمن في هذا الزمان الشريف. محمد ابننا 15 سنة بيجي يصلي بيقول أنا بسمع حاجة بتقولي ما بتصليش، وما بسمعها بخاف ومش بصلي. محمد أول ما تسمع كده استعذ على طول بالله من الشيطان الرجيم، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخالف اللي بتسمعه. ما هو لو قوي، يعني هو مش قوي، بيتهيأ لك. قوم على طول صلي، قوم بالصلاة وما تلتفتش. طيب في حاجات لازم أخلي بالي منها. لما تصحى يا محمد الصبح تقرأ المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أقرأ دي ثلاثة ودي ثلاثة ودي ثلاثة. أول ما أسمع يعني من بعد العصر كده قرب دخول المغرب أو بعد صلاة المغرب أو في أي وقت من الليل وقت ما تتذكر تقرأ برضو. يا سلام لو حطيت كمان قريت آية الكرسي ومعاهم قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نكتر من الذكر يا محمد، واذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله سبحانه وتعالى قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، وده فعل أمر، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فأنت على طول تستعذ وتصلي، ما تخافش من حاجة. ده لأنك مرتبط بالصلاة إبليس عدو، مش عايزك تصلي ومش عايزك تقرب ومش عايزك تكون في هذا الإكرام العالي، إن أنا أكون من الموفقين فأصلي، أسمع النداء فأجري وأصلي. وإنت لسه صغير شاب في مقتبل 15 سنة وإنت عندك حرص إنك تقوم وتصلي، هو إبليس اللعين مش عايزك تصلي. فأنا على طول أستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأصلي وأكثر من الذكر. وإنت 15 سنة بتعرف تقرأ وشاطر، إن شاء الله توفق إنك يا سلام تجيب أذكار الصباح، تقرأ أذكار المساء قدر طاقتك يا محمد. الوقت معايا مش عارف، وأنا رايح كده المدرسة الصبح أجيب الـ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وإنت داخل الصلاة كمان حسيت الوسوسة دي زادت أو الصوت ده زاد، برضو أقرأ آية الكرسي وبعدين أقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. مش هتسمع الصوت ده وهتصلي إن شاء الله. أستاذة سهير زوجها كان عنده جلطة 2016، وبعدين يعني هي كانت بتخدمه زوجها المريض، فكانت أحيانا بتتخلى عليه لأنه طريقته كانت بتبقى صعبة.
يا أستاذة سهير، بيبقى فيه ضغوطات على الإنسان، في ضغوطات الحياة بتبقى شديدة، وإن أنا يبقى معايا مريض بقوم بخدمته، واللي بيبقى عنده جلطة بيبقى برضو فيه تصرفات أحيانا، وإنتي إنتي لا هملاه ولا رمياه، إنتي بس بيحصل لك نوع من الضيق. صحيح الإنسان مفضل له إنه هو ومأمور بإنه قدر طاقتي يملك نفسه عند الغضب، ده المفترض، ده المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمن بيجاهد نفسه. أكيد أنت مش في كل الأوقات كنت كده، لكن أحيانا من بعض الضغوط، من اللي هو ممكن بيتعامل معاكي بيبش بطريقة بتبقاش مريحة، فبتضطري أنت بتغضبي عشان يعني عفى الله عما سلف، لا شيء عليك إن شاء الله ولا حرج، افعلي الخير وهبي له الثواب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحمه رحمة واسعة، وأنه يربط على قلبك، وأنه يغفر التقصير ويغفر الذنب ويجبر التقصير، واصنعي له من الخير ما استطعتي. فده يعني دين قد إيه كله رحمة وكله إنسانية وكله، إذا الإنسان حتى فاته جانب من جوانب وأثر في وقت ما، عنده أبواب مليون باب تاني يعوض فيه التقصير، فإن شاء الله خير. وإنتي قمتي بخدمته ورعايته وكنتي عايزاه يبقى في أحسن حال، فكان من الطبيعي إنه يحصل أحيانا مثل هذه الأمور، فنستغفر ونتوب وندعو لهذا المتوفى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، وأن ينقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أمين يا رب العالمين. الست أم أحمد في سؤالها بتاع الحج، خلاصة السؤال إن هي كانت نايمة وقامت نزلت عشان تأدي، كانت صلت العشاء، كانت على طبعا على وضوءها وصلت العشاء ونامت، وبعد ما نامت قامت عشان تطوف طواف الإفاضة، فهي نزلت من غير وضوء، فبتقول أنا طفت طواف الإفاضة من غير وضوء وبعدين صليت الفجر على نفس الحال ده. بالنسبة لطواف الإفاضة احنا قلنا قبل كده وذكرنا إن الطهارة ليست شرطا للطواف عند السادة الحنفية، فنقلد هذا الرأي تخفيفا وتيسيرا، وطوافك على قول السادة الحنفية صحيح إن شاء الله تعالى، وكمان السعي بتاعك، لكن الصلاة لابد لها من الطهارة، فأنت هتتوضي وتقضي هذه الصلاة اللي أنت صليتيها بغير طهارة يا صاحبة السؤال. بالنسبة لسؤالك الثاني عن مسألة الصدقة، أنا النهاردة بطلع حاجة لله، فهل أنا بعمل إطعام بطلع صدقة، هل أنا اللي بيعمل ده بياخد أجر؟ نعم، ينال فاعلها أجر إن شاء الله تعالى، وفضل الله واسع. بيعجبني إن إحنا لما قول السادة الشافعية، لما احنا نيجي نطلع الصدقة أو نقرأ القرآن الكريم وعايزين نوهب ثواب القرآن أو نوهب ثواب الصدقة أو نوهب ثواب الإطعام، أقول كده اللهم هب من الهبة، يعني من العطاء، ده فعل طلب من الله سبحانه وتعالى، اللهم هب مثل ثواب هذه الصدقة إلى روح أبي أو إلى روحي أو إلى أبي وأمي، اللهم هب مثل ثواب قراءة القرآن الكريم إلى أشياخي إلى أساتذتي إلى أبي إلى أمي إلى قريبي فلان، هب فعل طلب من الهبة، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى من عطائي أن يديهم نفس الثواب. فده على قول الشافعية أقول كده، وعلى باقي أقوال السادة العلماء أنت بتعمل الخير وبتاخد نفس الأجر على هذا الفعل، فنط بتخلينا نقول بدعاء السادة الشافعية، وأنا في عبادة مش أنا بسأل وادعو الله سبحانه وتعالى، فزدت على عمل الصدقة بعبادة الدعاء، إني أسأل الله سبحانه وتعالى إن يعطي مثل ثواب هذا العمل الصالح إلى أرواح اللي أنا عايزة أوهب لهم الثواب، وربنا يتقبل ويجعلنا من عباده المخلصين المخلصين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما
يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. بجاه من بيته، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم. وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا، فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.